السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معاكم حازم صالح، والنهاردة هنكمل سلسلة كورس الفوتوشوب في الدرس السادس. هو هيكون عن إزاي تقدر تعمل 3D ديزاين. أول حاجة هفتح الدوكيمنت بتاعي أو هفتح الفوتوشوب وهعمل نيو دوكيمنت. الدوكيمنت اللي معايا ده 1311x1000، ريزوليوشن 300، والكالر بتاعي يبقى 97 3 مربع، وهقول له كريت. على حسب ما انت تختار التصميم بتاعك هيبقى عامل ازاي، تقدر انك انت تعمل شيب او ترسم رسمه او انك انت تكتب تكست. ممكن من الشيبس للكاستم شيب تول تقدر ترسم اي شيب من الشيبس دي هتمشي معاك برضو، ولكن انا هعمله بتكست. فانا هدوس على التايب تول، هختار اللون يكون ابيض، وهكتب حرف مثلا اتش، صغره شوية بالشكل ده كده. وبعد كده هاجي على الباك جراوند، هختار البراش تول وهختار الفور جراوند بتاعي هيكون FEDC91، ده على حسب اللون اللي انا عايزه. ممكن انت تختار اللي انت كمان اللون اللي انت عايزه. هدوس اوكي وهاجي اكبر الفرشة بحجم التصميم الليتر بتاعي، وهدوس مرة كده. بعد كده هقف على ال H layer وهعمل duplicate منها، يمكن ان احنا نحتاجها بعد كده، وهعمل لها hide بالشكل ده. هقف على ال H layer بعد كده مرة ثانية وهدوس من 3D new 3D extrusion from selected layer عشان يفتح لي 3D mode. 3D mode ده فوتوشوب 2019، فهو شكله مختلف شوية. ممكن عندك تلاقي الشكل مختلف عن هنا بالظبط، ولكن الموضوع كله واحد. هاجي هنا، ده قائمة 3D بتاعتي الخاصة بالحرف، تمام. انا هسيب كل حاجة زي ما هي تمام كده، ولكن هحاول ان انا اجيبه كده بالشكل ده شوية كده. هقف على اول واحدة دي، ده اللون الامامي ده اللي هو الابيض ده. هدوس على الايكون الصغير ده عشان يفتح لي البروبرتيز بتاعتها. طبعا لو انت عندك فوتوشوب 2018 و2017 ممكن تلاقي الشكل مختلف عن هنا. انا الشكل عندي مختلف، ممكن تلاقي دي فوق البانل اللي تحت اللي انا كنت جايبها من شوية، تمام. يعني ممكن تلاقي دي فوق دي على طول، يعني ممكن تلاقيهم موجودين فوق بعض اصلا، ما انتش محتاج ان انت تعمل زي كده. هختار من هنا اللون اللي انا عايزه، انا عايز مثلا اللون ده، تمام. هرجع تاني ل 3 دي مود بتاعي، تالت لون ده اللون اللي هو الجزء المختفي اللي هنا، الجزء ده كده. هدوس عليه دبل كليك وهختار هو كمان لون تاني. ممكن اللون ده، تمام. تقدر تضيف اي لون انت عايزه من خلال الالوان دي، او لو دوست هنا على البليس تكتشر وتجيب صورة وتحطها زي ما انت عايز تقدر انك انت تعمله بالظبط، تمام. هاجي ارجع هنا مرة تانية، عشان ابص على الشكل بتاعي. انا محتاج كل حاجة ديفولت زي ما هي، انا مش محتاج اي حاجة تانية بعد كده. بعد كده هرجع للانيشيال بتاعي مرة تانية او للشكل التصميم العادي. لو انت فاتح زي كده هتعمل من ويند ورك سبيس وهتدوس على انيشيالز دي عشان يرجع لك الشكل اللي احنا متعودين عليه بالشكل ده، تمام. هقف على الباك جراوند وهعمل كليك يمين واختار بوست كارد عشان تتحول هي كمان ل 3D. هرجع مرة تانية للورك سبيس والانيشيالز، وهقف على الاتنين لايرز دول بشيفت وهدوس كنترول اي عشان يعمل لي ميرج ليهم وميرج 3D لايرز، تمام. بعدين هدوس من 3D مرة تانية واختار ريندر 3D لاير وهدوس عليها وهسيبه يعمل ريندر ليهم. هياخد معاك بعض الوقت، ولكن
النتيجة في الآخر هتبقى جميلة جدا، فهسيبه يشتغل براحته ونرجع مرة تانية لما يخلص. كده خلص الريندر بتاعنا، تمام، وده الشكل النهائي. طبعا انا نسيت اقول لكم ان اللون الاصفر اللي انا حطيته على الباك جراوند ده عشان يبقى انعكاس للون البرتقاني اللي هنا ده، بحيث يدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده. تقدر انك انت تعمل تظهر اللاير ده وتعمل بيه اي شكل انت عايزه، تمام، او تفكر في اي فكرة ليه احنا كنا عاملينه عشان كده، بتظبطه على الشكل بتاعك، تمام، وتقدر انك انت تعمل في اي حاجة انت عايزها، او تعمل له بيبل انفوس او اي حاجة تقدر انك انت تعملها. لو ما انتش محتاجه هتقفله، تمام. في حاجة تقدر تزودها، عايز تزودها زودها، مش عايز خلاص. مثلا انا ممكن ازود ايه في حاجات معايا زي دي، مثلا اخد مثلا عصفور زي ده احطه هنا مثلا بالشكل ده، ناخد تاني ده مثلا هنا، ممكن ناخد الورقة دي طرفين مثلا هنا نظبطها كده بالشكل ده، ممكن ناخد ده كده نعمله نلفه كده شوية بالشكل ده. تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها او تزود اللي انت عايزه كله في التصميم بتاعك. ده كده كان التصميم بتاعنا، اتمنى انه يكون عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. لايك وشير الحلقة لو عجبتكم، واشتركوا في القناة ومتنسوش تفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، واستنونا في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.